منذ لحظات تم إلقاء عدة قنابل مسيلة للدموع، وصلت منها إحدى هذه القنابل إلى ميدان التحرير، رغم أن المواجهات أحد شهود العيان يقول أن هذه القنبلة ألقيت من إحدى البنايات في أول محمد محمود وليست من داخل الشارع. هذه القنبلة التي ألقيت في ميدان التحرير أدت إلى رجوع كثير من المتظاهرين الميدان، وتوقف حركة المرور الآن. توقف حركة المرور الآن، وقف السيارات، لكن بدأت تتحرك الآن السيارات وبدأ الناس يعودون إلى محمد محمود. هذه القنبلة مسيلة للدموع حسب أحد شهود العيان، تم إلقاؤها من فوق البناية، من فوق المبنى، بناية بالقرب من محمد محمود وعلى ناصية ميدان التحرير، وليست من داخل محمد محمود. وبالفعل هذه القنبلة الوحيدة التي ألقيت الآن في ميدان التحرير، رغم أن المواجهات داخل محمد محمود عند مدرسة لسي الحرية. لا بس ما تجيش المسافه دي برضه. جنب المدرسه على طول. بس ما تجيش المسافه دي كلها. والله جنب المدرسه ده قريب اهو. على الشمال اهي. العسكري واقف جوه. هو فوق طلع دلوقتي هو ده العلاقه. هم هناك من الساعه. بقول لك ان حد كمان يا صوت ده قطع الطاوله بس بس الصوت ما داش هنا بس ما داش ابو صوت اهو اقتحام الجزيرة امبارح كان من متظاهرين باشمهندس ما زالت الاشتباكات مستمرة في شارع محمد محمود ما بين قوات الأمن المتترسة بمدرسة ليسيه الحرية الفرنسية وبين بعض المتظاهرين. التراشق ما زال مستمر. منذ دقائق تم إلقاء قنبلة من أعلى هذه البناية، قنبلة مسيلة للدموع، لكن لم نسمع صوت الإطلاق الذي اعتدنا أن نستمع إليه عند طلق هذه القنابل نزلت إلى هنا، مما أدى إلى أن عدد كبير أصيب بحالة الاختناق. هناك بعض المتظاهرين يرشقون قوات الشرطة المتترسة بمدرسة ليسي الحرية التي احترق أجزاء كبيرة منها من الحضانة جراء إلقاء قنابل مسيلة للدموع، زجاجات ملتوف أحرقت كثير من الجدران. كان منذ قليل بعض أولياء الأمور من مدرسة الليسي تقف هنا، اتجهوا للخلف بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع، سنذهب إليهم نتحدث إليهم، لكن بصورة عامة كما ترون أن الطريق يعمل بشكل مستمر، السيارات تسير بشكل آمن، شارع القصر العيني مفتوح لحركة السيارات وحركة الناس، لم يتم وقف حركة السيارات، عمليات الكر والفر ما زالت موجودة داخل شارع محمد محمود، وإن كان الأغلب يعني العدد الكبير في محمد محمود يهتف ويقف ليشاهد، لكن المجموعة التي تشتبك مع الأمن هي مجموعة صغيرة العدد قليلة العدد. كذلك الأمن يقوم بإلقاء الحجارة على من خارج المدرسة من نوافذ المدرسة المطلة على شارع محمد محمود. هناك عند مدخل طلعت حرب هناك عدة سيارات للإسعاف، هذه السيارات التابعة لوزارة الصحة تقوم بعمل الإسعافات للمصابين. يعني حتى هذه اللحظة لم يحدث إصابات كثيرة
إصابة كثيرة للمتظاهرين، لكن هناك بالفعل إصابات جراء إلقاء من الحجارة من قوات الأمن المركزي على بعض المتظاهرين في الشارع، وبالفعل وجدنا أكثر من شاب محمول إلى السيارة بجرح قطعي في رأسه. كذلك أيضا على الجانب الآخر هناك بعض الإصابات في قوات الأمن المركزي، لأن هناك بعض المتظاهرين ألقوا زجاجات حارقة أحرقت بعض الأماكن داخل المدرسة، لكن قوة الحماية المدنية التي أدخلت سيارة مطافي داخل المدرسة تقوم بإطفاء الحرائق التي تنشب من وقت إلى آخر. هذا هو الحال في ميدان التحرير، ميدان التحرير يسير بشكل طبيعي. هذه النقطة فقط في شارع محمد محمود هي المشتبكة والمشتعلة، لكن دون هذه النقطة فشارع التحرير يسير بشكل هادئ، مجمع التحرير يعمل بشكل هادئ أيضا، كذلك المتحف المصري يعمل بشكل هادئ أيضا ومستمر. إذن هذه هي النقطة حتى الآن منذ أول أمس، وهي نقطة الاشتباك ما بين بعض المتظاهرين وقوات الأمن التي درست بمدرسة الليسي الفرنسية، الذين أولياء الأمور نزلوا إلى ميدان بعض أولياء الأمور نزلوا إلى ميدان التحرير يحملوا بعض الورقات الاحتجاج لما يحدث. سنذهب إليهم لأنهم تراجعوا إلى الخلف بعد إلقاء القنبلة المسيلة للدموع من فوق هذه البناية. سنعود إليهم لنتحدث إليهم عن سبب وقفتهم ولماذا أتوا إلى ميدان التحرير في هذه اللحظة. يعني نتحرك سويا. نتعرف على حضرتك. نتعرف على حضرتك. مدحت الحناوي. ولي امر ولا مدرس مدرسه؟ هو بنت اختي موجوده في المدرسه. ايه سبب نزولك النهارده التحرير؟ سبب نزولي ان انا جاي بعد ما شفت الفيديوهات اللي جات على سي بي سي وجات على كل القنوات الفضائيه بخصوص العساكر اللي بتستخدم سطح المدرسه كقلعه يضربوا بيها المتظاهرين. جاي اندد بالكلام ده وطالب موسي بمحاكمه وزير الداخليه، لان يعني ايه بتكرر نفس الاخطاء اللي عملتها في المجمع العلمي وتطلع فوق المجمع المجمع العلمي لغايه لما يتحرق، هتعمل لي نفس الكلام ده في مدرسه اثريه تاني. بنتك حضرتك في اي مرحله تعليميه؟ في سنه ثالثه ثانوي. هل حضرتك من الفيديوهات شفت ان الفصل بتاعها اتضرر من اللي حصل؟ حضرتك الفيديوهات دلوقتي مصوره العساكر دخلت خربت المدرسه كلها، ماسك العسكري ماسك اللعب بتاعه الكي جي 1 والكي جي 2 العرايس بيغيظ الصوار بيها من تحت من فوق. ده مسخره اللي بيحصل، ده مسخره. طيب هل في حضرتك حد من الاهالي هنا او من اولياء الامور موجودين؟ موجودين. انت حضرتك اتحرك من فين حضرتك؟ طب تعالى حضرتك توصلني بيهم بعد اذنك. اتعرف بس على حضرتك الاول. انا ولية امر البنت وولد في المدرسة وخريجة المدرسة برضو. ليه نزلت النهاردة التحرير؟ انا نزلت النهاردة التحرير ودي اول مرة انزل التحرير، وشارع محمد محمود ولع كتير جدا، عمري ما نزلت، بل بالعكس كنت شايفه ان لازم يبقى في سيطره ولازم يبقى في حزم وكل الكلام ده. بس انا نزلت النهارده لما شفت امبارح على الفضائيات وصور على النات وعلى الفيس واليوتيوب منظر العساكر وهي فوق السطوح بتكسر الطوب وترميه وتكسر ازاز وترميه. المنظر اكتر منظر استفزني صوره العسكري اللي واقف ماسك كرسي كامل، كرسي مكتب كامل بيرميه من فوق. مدرسة النهاردة خارجة من المدرسة بتقول المدرسة ما بقاش فيها. هو في النهاردة مدرسة أساسا؟ حضرتك ما فيش مدرسة، بس حاولنا ندخل للعميد من الشارع اللي ورا عشان نخليه العساكر الفوق السطوح تنزل عشان نبطل استفزاز. أنا مهما اتهمت اللي تحت بأي رد فعل، ما هو في استفزاز. أنا معتمدة على الداخلية في سياسة ضبط النفس زي ما بيقولوا، وتأمين على عيني وراسي كتر ألف خيرك إن أنت بتأمن لي المنشأة، بس هل التأمين يقول إن أنت تطلع عساكر فوق السطوح يلموا الخشب
والدكك ويكسروا الازاز ويرموه، يخلعوا بلاط ويخلعوا سور مدرسه، وده مبنى يعتبر اثري، ده مبنى من زمان اقدم من حاجات كتير قوي في القاهره دلوقتي، فمعنى كده ان هو يبوظ. بعد اذن حضرتك يعني الاتلافات دي كلها مين هيتحمل نتيجتها؟ مين هيتحملها؟ المدرسه، الناس اللي بتشقى على الجنيه عشان تعلم ولادها تعليم كويس، هم اللي هيتحملوا ارهاق. قيل ان سبب دخول الامن المدرسه ان بعض المتظاهرين استغلوا المدرسه، ان هم دخلوا المدرسه اول امس مساء واعتلوا السور وقاموا بالقاء الحجاره على الامن. مشكور الامن ان هو يدخل ويامن لي المدرسه، بس ايه علاقه التامين باني اشوف منظر العساكر بترمي الحاجه من فوق؟ ايه علاقه التامين باني اشوف العسكري بيكسر الطوب ويرميه؟ قال بحياتك ده كان على القناه امبارح على الفضائيه والدنيا كلها شافته، ده اللي استفزني على فكره ونزلت، حصل قبل كده السنه اللي فاتت كذا مره، انا ما عمري ما نزلت، المدرسه بيحصل فيها حاجات بسيطه الطبيعي يعني اللي ممكن يحصل واحنا في مرحله انتقاليه ومتقبلين حاجات كتير جدا مش معترضين عليها، لكن اشوف العساكر اللي المفروض بتامن لمه المدرسه، المدرسه بتخلص، حضرتك الاستفزاز وده يحدف شمروخ، ما هو لما انا يعني انا مع الاحترام الكامل، انا لا مع ولا ضد، انا واحده ببص من بعيد، انا واحده ببص من بعيد، بشوف اطفال 15 سنه و16 سنه، لما طفل عنده 15 سنه ولا 16 سنه، حدث مهما كان، يترمي عليه قالب طوب من فوق، انا منتظره من الطفل ده يعمل ايه؟ هيولع شمروخ ويرمي، واحد في اثنين في ثلاثه المدرسه هتتحرق، هيحصل المجمع العلمي. امن المدرسه زي ما انت عايز، بعد اذنك بلاش العساكر تطلع فوق السطوح تستفز اللي تحت ما دام مش قادر تسيطر، وبلاش العساكر تخلص المدرسه دكك وكراسي وطوب وتخليع بلاط وتخليع سور. المدرسه العيال مش هترجع، مش هتلاقي مدرسه، المدرسه ابتدائي واعدادي وثانوي، بنات وبنين، سكشن فرنش وسكشن انجلش قاعدين في البيوت من الاسبوع اللي فات، ده يرضي مين؟ ده يرضي مين؟ هفتح مدرسه ثانيه في البيت بدروس؟ ده ارهاق. حضرتك بتحملي مين المسؤوليه؟ انا بحمل اللي ساب العساكر بتاعت الداخليه تطلع فوق تدخل، اللي يامن منافذ المدرسه معروفه، وما اعتقدش ابدا ان اهل خبره واهل ثقه هيعجزوا على ان هم يامنوا مداخل ومنافذ، انما مع الاحترام الكامل، ايه علاقه التامين بان العساكر تطلع ونشوف الصور؟ تقريبا الفصول اتكسرت وكده، اللي هي فصولي وحاجاتي، يعني المدرسه هروحها امتى؟ انا بقالي اسبوع ما بروحهاش، وانا يمكن مش معتمده على الدروس يعني بقوي زي ما حد معتمد عليها بزياده. طب لو سالتك، المفترض كان بدء الحدث هو احياء ذكرى السنه الماضيه محمد محمود، انت شايفه برضو يعني كان فيها احتكاكات واشتباكات داخل محمد محمود، المدرسة اتأثرت السنة اللي فاتت قد ايه؟ لا، كان اللي هو الازاز بيتكسر، مجرد ان الطوب بيتحدف فكانت بتيجي غلط في الازاز، ده اللي كان حصل، لكن لا حاجة اتسرقت ولا حاجة ولا حد دخل جوه ولا أي حاجة، كان الموضوع تمام جدا، مجرد بس الازاز اللي بره بيتكسر وخلاص، كان ما كانش فيه كل الكلام ده. طيب هل إدارة المدرسة يعني وفرت لكم أي بديل عن الفترة الماضية بشكل أو بآخر؟ قالوا لنا بكرة بقى القرار ده هيطلع، يعني بكرة هم بقى هيقولوا هنروح مدارس تانية، هيجمعونا في ناحية وهيفضوا هنا، الله اعلم. شكرا. نعود الى شارع محمد محمود مره اخرى. كانت هذه هي وقفه لاولياء امور وطلبه لمدرسه الفريسيه الفرنسيه، بيعترضوا على تدخل على وجود الامن داخل المدرسه وتخريب ما يحدث داخل المدرسه. نعود الى شارع محمد محمود لننقل لكم صوره حيه من شارع محمد محمود. طيب
بس كنت عايز بقول لك يا انا عشان عايز اعمل فيهم يعني برضه بامانه يعني عشان برضه قول لحضرتك انا عايز اعمل مداخله صوت بس حتى لو مش لا ما هو انا بس هكلمهم حاجه انا عايز اعمل بس مين برضه انت بتتكلم معاك بس حد ينزل يتكلم ينزل المليونيات طيب هو ايه اللي طيب؟ جبت ليه بقى ولا بتاع؟